السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين المشاهدين الأعزاء القناة نتاعكم إبراهيم للعقارات مكناس. اليوم تنقترح عليكم واحد العقار اللي تيتواجد في واحد المجمع سكني اللي كما تنشوفو داير بالقرياج داير بالجردة. فاحنا حاليا من القرب من سيدي سعيد، قرب من الوفاق، مجموعة نتاع المرافق اللي هي قريبة، ومجموعة نتاع الأحياء اللي التسمية نتاع الحي بالضبط ما عرفتش الاسم نتاع. فعلى بركة الله ملي تندخلو هكا من الباب نتاع هاد المجمع السكني تلقاو مجموعة نتاع المنازل اللي كل منزل فيه سفلي وجوج نتاع الطوابق فقط، كل طابق فيه شقة وحدة. نتي كيما لاحظنا كاين مجموعة نتاع المساحة الخضراء اللي كاينة في هاد الإقامات هادو، اللي ممكن أن لما سمعت أن ليراك هما اللي بناتهم. وغادي نكتشفوا جميع ان شاء الله هاد الشقه هادي. ملي تندخلوا هكا مع الباب تلقاو الدروج. هاد الشقه هادي تتواجد في الطابق الاول، اللي المساحه الارضيه اللي مبنيه عليها هاد الشقه هادي هي 80 متر. بالنسبه للتيتر ما عندناش واحد المعلومه اللي هي مضبوطه، فاحنا حاليا غادي نتكلموا على مساحه نتاع 80 متر. العرض نتاع اليوم تيتكون من صالون، سيجور، وجوج نتاع الغرف، ومطبخ، وحمام. الشقة كما تنشوفو معاودة كاملة في الإصلاح نتاعها، لا بالنسبة لا النوافذ لا الصباغة لا الأرضية. وإطلالات اللي عندها إطلالات اللي هما جميلة كما تنشوفو، الإطلالة كاملة على مساحة اللي هي خضراء، لا بالنسبة للسترج نتاع الصالون ولا نتاع باقي الغرف. هاد الشقة جا الشكل نتاعها بحال اللي عندها تقريبا ثلاثة نتاع الواجهات، عندها ثلاثة نتاع الإطلالات على ثلاثة نتاع الأماكن اللي هي مختلفة. خدمة تبارك الله اللي هي نقية ومتولة. ملي دخلنا لقينا الصالون، من بعد تلقاو هاد وسط الدار اللي هو على شكل نتاع سيجر. وعندنا الباب نتاع الفصيل نتاع الدخله، كاين في الظهر نتاعو كاين هاد الخزنه هادي. قبل ان شاء الله ما نكملوا الوصف نتاع هاد الشقه هادي، الناس اللي اول مره غادي يدخلوا القناه نتاعنا يدعموا هاد القناه هادي بلي جيم لتشجيع المجهودات اللي تنقوموا بها، ويخليو لنا في لي كومونتير الاحياء اللي تفضلوا. وكما ذكرت الناس اللي مازال ما مشاركينش في القناه يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يستافدوا من جميع العروض العقاريه. تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهاد المرحله هذه. بالنسبه لهذه الغرفه اللي غادي نسميوها الغرفه رقم واحد، اللي المساحه نتاعها تبارك الله اللي هي كبيره. الدار كما تنشوفوا تدخلها الشمس من جميع النوافذ، واطلاله كما تنشوفوا اللي بعاد عليك الجيران. حتى التصميم نتاع البني هذا اللي هو تصميم اللي هو راقي ونقي. كل منزل كما ذكرت معاك جوج نتاع الجيران فقط، وبمساحة اللي هي معقولة، مساحة كما ذكرت نتاع 80 متر، اللي تتكون من جوج نتاع الغرف، صالون، سيجور، ومطبخ، وحمام. بالنسبة للثمن نتاع الشقة، فالثمن الأولي نتاعها هو 44 مليون، والثمن إن شاء الله راه ممكن أنه يتناقش. كما لاحظنا هذه اطلاله من جهه واحده اخرى بالنسبه لهذه الغرفه هذه. فكما تنقولوا الثمن راه تيكون مربوط به مجموعه نتاع المعايير اللي هو الموقع والفينيسيون وحتى العدد نتاع الجيران والشقه، واش تطلع على كور، واش تطلع على واجهه، واش على جوج نتاع الواجهات. فالثمن بالنسبه لهذا الموقع هذا راه الثمن راه مناسب. الفينيسيون اللي هي عصريه نقيه، ومنزل اللي كما تنقولوا شقه اللي هي كالم، ما جاياش محاديه كما تنقولوا للطريق اللي تيكون السيركيلاسيون تاع الطوموبيلات. الجو نتاع اللي هو نقي، ما كاينش داك التلوث كما تنقولوا نتاع الدخان نتاع السيارات. وبلاصه اللي كما شفناها جايه محروسه بحال راك في وسط مجمع سكني. الامتياز اللي عنده ان كل منزل
فيه جوج نتاع الجيران، كل منزل عنده الباب نتاعو اللي محصور، في انك محصور مع جوج نتاع الجيران فقط، وجرده اللي هي تجمع الباقي نتاع الجيران اللي عندك في هاد الاقامه هذه. صورنا كما ذكرنا الصالون والسيجور والغرفه رقم واحد والغرفه رقم جوج والمطبخ. بقالينا حاليا بقالينا الحمام. كما لاحظنا حتى السيجور عنده النافذه نتاعو اللي ممكن انها تطلع على وجهها ولا على كور، ما بقيتش ما حليناش النافذه باش نشوفوا الاطلاله نتاعها. كما تنشوفوا حتى هذا الحائط، هذا الديكور نتاعو مخدوم بالفايانس زليج كما تنقولوا، ماشي بابي بان، فايانس الخدمه اللي هي متقونه ومخدومه مزيان. فصاحب هاد اللي اقتنى هاد الشقه هادي راه غير مؤخرا باش اقتناها، اللي عاود الاصلاحات كامله الظروف خاصه نتاعو، انه تعذر عليه انه غادي ينتقل لحي واحد اخر ولا لمدينه واحد اخرى. اللي بغى يبيع هاد الشقه هادي اللي كما تيقول انه ما سخاش بالسكنه في هاد الشقه هادي، الا ان الظروف هي كما تنقولوا هي اللي لاحتو انه يشري ولا يقتني شقه في حي واحد اخر. وصلنا للنهايه نتاع الفيديو، دمتم في رعايه الله، والى عرض اخر وشقه اخرى ان شاء الله. ما تنساوناش بالاعجاب كما ذكرنا وبالاشتراك في القناه للتحفيز للمجهودات اللي تنقوم بها، والى شقه اخرى وعرض اخر ان شاء الله. فالحي كما ذكرنا اللي تنتواجدوا فيه، فاحنا حي اللي غادي تسمى سيدي سعيد، اللي ما عرفتش هذه النقطه هذه بالضبط شنو تتسمى، اللي كما ذكرت لكم ان هاد الشقق ولا هاد المجمع تيتسمى ديور ليراك هكا، اللي قريب من الرحبه نتاع الزرع. ممكن الناس اللي ساكنين في هاد الحي هذا يخليو لنا التسميه نتاع هاد المجمع السكني ولا هاد الاقامات ولا الحي اللي هو قريب باش يستافد واحد اخر منا. كما ذكرت انا ماشي ولد المنطقه وماشي ولد المدينه نتاع مكناس، اللي مجموعه نتاع المسائل مازال غافله عليا. شكرا، والى فيديو اخر ان شاء الله.